في البداية هواية الطائرات الورقية هواية جميلة للاستفادة من أوقات الفراغ، يعني بنوصي بيها. أنت الوقت بتلعب في الهواء الطلق في الجو الجميل بعيد عن الألعاب الإلكترونية اللي هي التليفونات والكمبيوتر والكلام ده، بتجيب صداع وكهرباء في المخ. أما أنت لما بتلعب ألعاب كده بتستفيد من وقت الفراغ، وبيدي رياضة، بيفيد بنيان الجسم. طيب بالنسبة للطيارة مكوناتها عبارة عن ايه؟ غاب وخريف. يعني ثواني ثواني، يعني هي مكونة من غاب، من غاب بيتربط بخيط بس بتربط. طبعا بزوايا معينة. لو مش مظبوطة مش هتطير. ايوه بغاب وخريط لازم تظبط الميزان والمشمع وربة وديل. إيه ده المشمع؟ يعني ايه الربة؟ انا عارف الديل، يعني ايه ربة بقى؟ ربة زي الديل بس تعملها تربطها هنا ومن هنا كده عشان تبقى زي الديل. هو تمام، يعني هو الديل اللي هو الربة بيعتبر ميزان مع الميزان اللي قدام بيظبط الطيارة. حاجة و... دي يظبط الطيارة. الربة بتظبط الطيارة، لو مش مظبوطة الطيارة عمرها ما تطير. ايوه والميزان برضك لو مش مظبوط الطيارة عمرها ما تطير. بس الجو هنا جميل، يعني الشجر والجو الطبيعة هنا حلوة. فهنبدأ دلوقتي، نطير الطيارة. ماشي، هنطير دلوقتي في الجو، وهيبقى إن شاء الله هيبقى يوم جميل. إن شاء الله إن شاء الله يبقى يوم جميل. ارجع يا ابني يلا ورا. يعني كده فول فيديو. اظبط الطيارة يا أشرف. هذا هو الريف المصري، وهذا هو الطفل المصري يمارس ألعابه في الهواء الطلق. اظبط الميزان بتاعها يا ابني. خد يا كريم تعال. مرحبا دولو. لا تعال. هواية جميلة والله، يعني فكرة ان انتوا تستفادوا من وقت الفراغ وتلعبوا بلعبة مفيدة بدل ما يعني حد يتلم على شلة بايظة ولا حاجة. دي لعبة مفيدة وجميلة. احنا بنيجي نطير، مفيش كورونا حاجة، بنيجي بنقعد نهوف بنطير. هنا الجو جميل في وسط الشجر وحاجات حلوة. اظبط الميزان يا اشرف. اي حاجه في واحدة هناك بس الدنيا حر لسه.
ايه ده؟ حد لي بص من ورا امسك كده الدور ايه الكلام ده؟ انت الاول انا عايز بس مظبوطه صح؟ الصغيره دي هتطير حلو ده بتسبح انت اه نزلت فعلا سيب اشرف يظبط اعمل كده اهو كده ما تلزقهاش قوي روح امسكها لي بقى انت امسكها ولا طيرها هذا ما لدينا وشكرا على حسن المتابعة.